حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. التجنيد الإلزامي، بعدما كان هذا القانون يدور في حلقة التأجيل لمدة طويلة منذ زمن حكومة تصريف الأعمال حكومة الكاظمي، اليوم تعود المطالب بإقرار إلى جلسات البرلمان مجددا. لكن ما جاء من ردود أفعال رافضة لهذا القرار والقانون يرجح المراقبون عدم إقراره، وبدورهم يفسرون عودته مع بداية حكومة الخدمات الجديدة ربما نوع من إلهاء الحكومة عن تقديم الخدمات، أو توجه أو توجيه أنظار الشارع حول إلقاء المسؤولية في جعبة الحكومة الجديدة بهذا القانون. فمن هذا المنطلق يرى المتابعون للشأن السياسي أن التصويت على قانون خدمة العلم له سلبيات وتبعات أكثر من إيجابيات، فلو تمحورت الإيجابيات حول صقل شخصية الشاب العراقي، هناك الكثير من البدائل، منها عقد الورش والدورات التثقيفية والنهوض بالتعليم. أما ذريعة التخلص من البطالة فالأفضل إيجاد فرص عمل تعين الشاب على خلق المشاريع والإبداع. فالإضرار أو الأضرار بحسب ما يراه المختصون أولها اقتصادية بتأمين رواتب المجبرين بهذه الخدمة، وكذلك نفسية على الشاب. أما في ملفنا الآخر من حصادنا هذه الليلة مشاهدينا، ومنذ 43 عام وضريبة المواقف الصامدة في مناصرة الشعوب المستضعفة والوقوف أمام قوى عالمية كبرى تمارس الغطرسة، لا تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دائرة الاستهداف، تارة بعقوبات صارمة لم تجد لها حيزا في التقليل من حماس قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية في مواصلة الركب باتجاه المراتب الأولى بالميادين المختلفة، وتارة بالطرق الملتوية غير المباشرة، فتنة وزعزعة أمن وفرص ذهبية لنشر الفوضى والإجرام والمساس بالأمن القومي الإيراني بأي شكل من الأشكال. أمريكا والموساد الإسرائيلي تعيش نشوة واهية، لكن للواقع حديث آخر يؤكد مدى فشلهم وعجزهم عن فهم ما أو ماهية الشعب الإيراني المتفاني من أجل نظامه الإسلامي وأهدافه المقدسة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقشها تباعا مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، الإعلان عن قرار أو قانون التجنيد الإلزامي وخدمة العلم واجه رفضا شعبي وكذلك رفضا من الأوساط السياسية من قبل المراقبين والمتابعين للشأن السياسي، خصوصا أن أصحاب الاختصاص يرون أن له تبعات وسلبيات في حال تم إقراره على عجالة. فلا بد من وضع الخطط والاطلاع على حاجة الجهات الأمنية لهؤلاء الشباب، وكذلك إدراجهم ضمن الميزانية وغيرها من الأسباب التي سوف نناقشها مع ضيوفنا لهذه الليلة بعد متابعة هذا الاستطلاع. بدال ما يشوفوا لهم فرص عمل، ما يشوفوا لهم تعيينات، ما يشوفوا لهم شيء ينفعهم، جاي يسوي لي خدمة لزامية ما لزامية. قرار ما ينفذ، الشعب العراقي كله راح يعترض عليه. الشعب العراقي بأكمله ترى يعترض على هذا القرار، لأن هذا القرار مو ناجح. خدمة إلزامية، احنا ما صدقنا من خلصنا من حكمة البعثة تسجلنا يسوي لنا خدمة إلزامية وما أعرف شنو. هناك على جدول لائحة مجلس النواب هو التجنيد الإلزامي، وسيكون هناك تصويت للكتل، ممكن أن ترفض وممكن أن تقف مع هذا الالتم، لكن الشعب العراقي رافض. لدينا قوات أمنية كبيرة، لدينا قوات صنوف عديدة متدربة، لا حاجة لنا في هذه المرحلة إلى التجنيد الإلزامي. ممكن أن نذهب بهذه الشباب فتح المعامل المعطلة ألزم وأحسن من التجنيد الإلزامي. اليوم على الحكومة فتح المصانع وعدم قبول بالتجنيد الإلزامي. تعرفين اليوم التجنيد الإسلامي سوف يخلق فد نوع من لدى الشاب العراقي فد نوع من الاستفزاز أو الرهبة في داخله، لكونه يعيد إلى النظام السابق. من كان إحنا كنا طلاب خريجين كليات، علينا غصبا علينا أن نخدم العلم وخدمة والتجنيد الإلزامي وخدمة الإلزامية، كنا ننظر إليها هي إهانة إلى الخريج أو إهانة إلى حامل الشهادة العليا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف وهذا القانون نرحب سوية بضيوفنا الكرام.
مباشرة بالصوت والصورة من بغداد الخبير الأمني العميد السابق عقيل الطاهي. أهلا بكم سيد عقيل، وكذلك الترحيب بعضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الأستاذ حسين الكناني. أهلا بكم أستاذ حسين، وأبدأ معك سيد عقيل. برأيك هذا القانون، يعني رغم ما تم الحديث عن إيجابياته وكذلك سلبياته بشكل كبير، لكن لماذا هذا التباين حاليا بالمواقف رغم بعض الإشارات إلى ضرورة وجود تجنيد إلزامي أو يقوم الشعب العراقي بالدفاع عن بلده وخدمة العلم، وهناك ضرورة لهذا القانون، لكن لماذا هذا التباين بوجود والحديث عن إيجابيات وسلبيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ بشار، ولا ضيفك العزيز أستاذ حسين الكناني، ولا مشاهدين قناة الأيام. طبعا بالمناسبة، يعني قانون التجنيد الإلزامي أو الإجباري، القانون القديم أعتقد كان في مقترح في زمن حكومة السيد العبادي، وفي زمن حكومة السيد الكاظمي الحكومة البائدة. طبعا هذا يعني كان مقترح من مجلس الوزراء، لم يخضع إلى دراسة من الجنبة المالية، من الجنبة الفنية، من الجنبة الإدارية، من الجنبة الاجتماعية، مجرد قانون رفع إلى مجلس النواب. وحاليا لجنة الأمن والدفاع يعني عازمة على تمرير هذا القانون. يعني هنالك بعض الأسباب أنا أعتقد هي يعني أسباب معيبة، أولا على من يدعي نوع من التوازن بين القوات الأمنية، يعني مسألة طائفية. يعني أي توازن؟ يعني توازن ما الجيش العراقي موجود والشرطة موجودة والحشد الشعبي موجود، نعم، ومن جميع أطياف الشعب العراقي. يعني نبتعد عن هذه النظرة الطائفية. للأسف ما الجيش العراقي عندما تؤسس بعد الاحتلال الأمريكي، وإن كان هنالك عدة ملاحظات، أنتم منعتوا أبنائكم، وأنا أعني من يقول نوع من التوازن، منعتوا أبنائكم وفتاوى أن لا يتطوعوا في الجيش، وهذه نتائج. وبالتالي هنالك توازن، هنالك قادة، وهنالك ضباط، وهنالك مراتب من جميع القوميات ومن جميع الأديان ومن جميع الطوائف. هذا القانون حاليا أعتقد في الوقت الحالي يعني غير مجدي وغير نافع حاليا لأسباب عديدة. شنو هي الأسباب سيد عقيل؟ إذا أريد نأخذ الجنبة الاجتماعية، الجنبة الاجتماعية لشريحة من الشباب، أنا نعم يعني قبل أن أمضي بهذا الكلام، هو قانون يعني يجعل الشاب يتحمل الصبر، يتحمل المسؤولية، الدفاع عن الوطن، يتحمل المصاعب ولو هي أنبياء مصاعب، المصاعب، اللياقة البدنية، نعم، لكن وهذه يعني كلمة لكن وراءها الكثير، لكن هل تستطيع هنالك ضبط إيقاع أداء هؤلاء الشباب؟ هل الحالة المادية أو الموازنة العراقية تتحمل تكاليف تجنيد ما يقارب من 500,000 إلى 800,000 شاب؟ وبالتالي الجنبة المالية أو الجنبة المالية في الموازنة لا تتحمل. نحن حاليا خرجنا من أزمة، خرجنا من حكومة عبارة عن القضايا الاقتصادية، يمكن موضوع آخر إلى علاقة بالموازنة ووزارة المالية لتأمن هذا الموضوع، لكن قضية بناء شخصية الشاب العراقي أو صقل شخصيته بالنسبة للياقة البدنية التي ذكرتها سيد عقيل، يمكن أكو جمات كثيرة حاليا في مدن العراق، في بغداد، في كل المناطق، حتى ينمي مهارات البدنية وغيرها، لكن بالنسبة لصقل الشخصية، تنمية الفكر، مو الأولى بالحكومة أن تطور التعليم مثلا، بدل هذا التعليم الذي يعاني في العراق من مشاكل كبيرة، بدل أنه توجيه الشاب إلى الخدمة إلزامية وإجبارية، ممكن أنه محاربة البطالة، تأمين فرص عمل، تنمية التعليم والثقافة وغيرها. أستاذ بشار، أنا أتفق معك تماما. يعني أعتقد هو هذا نوع من الهروب ونوع من الرجوع إلى العقلية القديمة في عسكرة المجتمع وتحشيد الشعب العراقي للدفاع عن الوطن. يعني ما إحنا عندنا قوات أمنية جدا كافية، كان جيش ولا شرطة ولا حشد شعبي وباقي الصنوف. وبالتالي زج هذا الموضوع فيه جنبة سياسية أكثر ما هي جنبة فنية أو جنبة وطنية، وهذا معروف طبعا. يعني هنالك من يقول يعني نقضي على البطالة، يا بطالة، يعني البطالة أنزج الشاب يعني لمدة سنة أو سنة وأربعة أشهر أو حسب المواصفات في خدمة إلزامية
وبالتالي ما هي النتائج؟ ايضا يخرج ويجد البطاله امامه. يجب هنالك بدائل، هنالك يجب ان تكون مقترحات لهذه الشباب، الشباب الخريجين وحتى الخريجين من ورش عمل، من مؤسسات، من تنشيط القطاع الصناعي والقطاع الخاص، من اجل جذب هذا الشباب، ان كانوا هنالك مسلحين بدرجات بشهادات او غير مسلح بشهاده. وبالتالي يعني هذا نوع من الهروب من الفوضى، نوع من الهروب من المسؤوليه. وبالتالي اريد اعرج على الحكومه الحاليه، يعني حكومه السيد السوداني، هي ولدت يعني ولاده عسيره، يعني بعد معاناه عانى الشعب العراقي، وهذا الكل يتفق معي، معاناه لمده 3 سنوات في الجانب الاقتصادي والجانب الامني والجانب الاجتماعي والجانب السياسي. وتمنينا ان تكون يعني حكومه خدمات. لماذا تضعون هذا العاق الفني والاداري والمالي امام هذه الحكومه؟ لتمضي هذه الحكومه ولتكون هناك ارض مستقره للعراق، وبالتالي نجيش الجيوش ونحارب ونرجع الى ايام زمان. طيب، رحب بك مره اخرى استاذ حسين. اغلب الشباب يمكن ما راضين على هذا القانون، خصوصا اللي ما عنده فلوس يدفع بدل الاستاذ حسين. هذا القانون ممكن ان يكون دافع جديد لهجره الشباب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. هذا القانون واضح يعني ليس فيه جدوى فنيه ولا عسكريه وليس فيه فائده، واعتقد انه الدوافع التي تقف وراء هذا القانون هي دوافع سياسيه صرفه، وبالتالي استخدمت وطرحت هذه المساله في فتره من الفترات كانت هنالك تستخدم الكثير من الاهداف السياسيه كورقه ضغط على بقيه الكتل السياسيه من اجل الحصول على يعني امتيازات. وبالتالي مسألة الضغط على الشباب ممكن أن تجعل الشاب في حالة تذمر وعدم رضا وحالة غليان، وبالتالي خصوصا إذا كانت الأفكار أو الفرص التي تطرح هي غير عملية وقديمة عفى عليها الزمن، وبالتالي لا ينبغي الرجوع مرة أخرى إلى مسألة يعني التجنيد الإلزامي، والكل يعرف أنه هذه المسألة هي خرجت عن الخدمة وبالتالي ليس بها أي فائدة وأي نفع لوزارة الدفاع. وأنا أعتقد أنه هنالك وجه أنه هذه المسألة هي وجه من وجوه الفساد. عندما تدفع وزارة الدفاع أو تطرح هذه المسألة، ولا ريب أن وزارة الدفاع هي من طلبت وقدمت، واللجنة الأمن والدفاع أيضا كانت قد تكون مشتركة بهذه المسألة، قد تكون وراها قد تكون هي وجه من وجوه الفساد، خصوصا إذا ما كان هنالك الكثير من الالتزامات المالية، وبالتالي ممكن أن تجعل يعني حالة من عدم الرضا كما ذكرت في الشارع وعند الشباب، وبالتالي قد تؤدي إلى حالة إما عدم الرضا أو كما ذكرت حالة إلى الهجرة والسفر، وبالتالي نجعل الشباب في حيرة من أمرهم. نعم. طيب، انت ذكرت استاذ حسين انه هناك خلفية سياسية لهذا القانون وطرحه بهذه الفترة، يعني اكو مثلا داعي لتغريدة رئيس البرلمان الداعمة لهذا القانون قبل جلسة البرلمان وقبل التصويت على هذا القانون وإقراره؟ كما ذكرنا أن وزارة الدفاع هي عادة ما تكون عند المكون السني، وزير الدفاع أيضا من هذا المكون، وطرحت هذه لكن منتصبي الدفاع وحتى الداخلية كل القوات الأمنية وضباط أيضا هم من مختلف الطوائف والمذاهب والقوميات. نعم، فطرحت هذه المسألة على أنها أن هنالك عدم وجود توازن بوزارة الدفاع، وبالتالي حتى يتم الخروج من، أو كما ذكروا أنه لابد أن يكون هنالك معيار لحالة يعني تعيد الأمور إلى نصابها. وأعتقد أن هذه حالة أيضا يعني غير منتجة وغير نافعة، فعادوا مرة أخرى إلى مسألة أو محاولة سن قانون التجنيد الإلزامي، والكل يعرف انه الكثرة العددية في الكثير من المناطق الوسط والجنوب قد تكون هي المستهدفة بهذه المسألة، وبالتالي لا اعتقد انه سوف تستفيد منها اي مكون اخر، خصوصا اذا ما لاحظنا الفارق الاقتصادي بين المناطق الشمالية والغربية وبين المناطق الوسط والجنوب، باعتبار انه هذه المناطق الوسط والجنوب هي اكثر فقرا، وبالتالي لا تستطيع ان تدفع في حال تم سن قانون البدل المالي او البدل النقدي عن الخدمه الالزاميه.
وبالتالي عندما تبني هذا المشروع هو كما ذكرنا قد يكون وراه هدفا سياسيا من أجل الحصول على مكاسب مادية، ليس إلا وإلا هو عندما يتم دراسته ليس به أي جدوى وأي نفع لوزارة الدفاع، بل على العكس كما ذكرتم أن هنالك الكثير من الالتزامات المالية قد ترهق الموازنة وترهق الحكومة، بالإضافة أنها قد تجعل حالة من الغليان. طيب. قبل ما نتحدث عن الالتزامات المالية والتكاليف ورواتب وغيرها وتأمين متطلبات تنفيذ هذا القانون، أستاذ حسين، يعني تنمية الشباب إذا كان يعني من ضمن الأهداف اللي ذكرها رئيس البرلمان والكثير من الأطراف السياسية والنيابية حاليا، أنه جزء من أهداف هذا القانون هو تنمية الشباب وصقل إمكانياتهم، لكن ليش يتم تجاهل مشاكل التعليم الكثيرة بينما يتجه على عجالة لإقرار هكذا قانون؟ يعني هنالك مشكلة، مسألة الصقل الإمكانيات وزرع الروح الوطنية عند الشباب لابد أن تكون مبنية وفق علم وفق دراسة. نحن لاحظنا انخراط الكثير من مناطق الغربية في عصابات داعش، وكيف أنه هذه المناطق حاربت الجيش العراقي وتم تسميته بأنه جيش المالكي وبالتالي أو جيش الروافض، وتم استهدافه بشكل واضح قبل دخول داعش أو كانت مقدمات لدخول داعش، وبالتالي لابد أن يكون. وأيضا نلاحظ هنالك تجربة وهي يعني تطوع بعد الفتوى من قبل السيد السيستاني، فتوى الجهاد الكفائي، لاحظنا أن هنالك يعني أكثر من 3 مليون متطوع انخرط ومن دون مقابل، وغيروا معادلة انهيار الجيش العراقي نتيجة التطوع هؤلاء الشباب واندفاعهم. وبالتالي مسألة العقيدة ومسألة العقيدة الوطنية والعقيدة حتى العقيدة الدفاعية عن الوطن لابد أن تكون مبنية على أفق دراسات عقائدية موثقة، وبالتالي تكون معيار الوطنية ومعيار الدين وبعيد عن الطائفية وكذلك حتى بعيد عن العنصرية هو المعيار من أجل غرس روح الوطنية عند الشباب، وبالتالي يتكون لديه قدرة واستعداد عالي للتضحية ومن دون يعني حاجة لمثل هذه القوانين التي عادة ما تكون مثار للسخرية وأيضا مثار للاستهزاء. وكيف أنه لاحظنا في أيام النظام السابق كانت مسألة يعني الخدمة الإلزامية مسألة تثير يعني الإشمئزاز والانتقاد المستمر من قبل الشعب العراقي، وخصوصا الشباب عانوا منها معاناة كبيرة وطويلة نتيجة الإصرار من قبل النظام السابق على هذه الخدمة الإلزامية التي ما نفعت العراق. طيب. بل على العكس أدخلت العراق بفقر شديد. طيب. نتيجة انشغال أغلب الشباب بخدمات طويلة وسنين طويلة قضوها في جبهات القتال. طيب أعود لك سيد عقيل، يعني خدمة العلم هي شرف لكل إنسان شاب أو كبير بالسن أو غيره، هي بالتأكيد شرف تبقى يتمناه يمكن أي شاب، لكن الظروف هل هي متوفرة حاليا في البلاد لإقرار هكذا قانون وتوجه الشاب وسط كل هذه الظروف إلى خدمة العلم بهذا الظرف الاقتصادي خصوصا اللي يعانوه الشباب؟ هو طبعا الظرف العراقي الحالي غير مهيئ. خدمة العلم شرف، نعم نحن خدمنا وأولادنا وغيرنا خدم، لكن خدمة العلم هنالك عدة مجالات ليخدم وطني، وبالتالي الوطن عندما يتعرض إلى تهديد هنالك تهشيد شعبي موجود، يعني هنالك الجميع من يستطيع حمل السلاح يذهب، لا داعي لهذه الجمرة وهذه العسكرة. طبعا يعني للأسف يعني سؤالك السابق يعني للتعليم أو التربية والتعليم وزارة التعليم العالي، يعني يجب الانتباه إلى هذه الشرائح إن كانوا تلاميذ أو طلاب. نعم. وعلى مستوى كليات إلى المناهج الموجودة، تغيير المناهج، حث الطالب أو التلميذ على حب الوطن، يعني الانتباه إلى ماهية التعليم حاليا. التعليم العراقي للأسف يعني متردي، وأصبحت بعض المدارس أو الكليات إلى دكاكين، يعني هنالك عدة أمور أستطيع أن أستثمر هذه الشباب بها. حاليا الظرف الاقتصادي لا يسمح، الظرف الاجتماعي، أنا أسأل سؤال هنا لمن يريد أن يسن هذا القانون، لنفرض الجندي الإلزامي أو الإلزامي أو الإجباري
بالمناسبة ملاحظة أنا عندي احتمال يوافق للجميع، نحن في نظام ديمقراطي وضمن الدستور، هل هنالك إجبار على أن أخدم عسكري أو أي مجال؟ إذن هنا منافلة ديمقراطية، وكثير من دول الديمقراطية لا يوجد بها إجبار ولا إكراه، هذا يسمى إكراه. هسه البعض لكن سيد عقيل، مو كل كثير من الدول بها قانون خدمة إلزامية وخدمة العلم، حتى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بها تجنيد إلزامي لكن وفق قوانين وضوابط معينة مختلفة. أعتقد الولايات المتحدة بها التجنيد والمجندين، هنالك مميزات عالية وهنالك رواتب ضخمة وهنالك حتى من خارج المكون الأمريكي موجودة. المهم أنا في اعتقاد يتنافى مع الديمقراطية التي يعني حاليا نحن نؤمن بها وموجودة في العراق. لكن نرجع إلى يعني مسألة التعليم ومسألة التربية والتعليم، هنالك عدد منافذ. يعني حاليا الشاب العراقي للأسف يعني في أزمة اجتماعية وأزمة اقتصادية وأزمة حتى أمنية، وبالتالي يعني أنا هنا الجندي العراقي أو الإلزامي أو الإجباري يعني عندما هرب من الخدمة الإلزامية، ما هو القانون؟ هل هنالك يعني دائرة انضباط عسكري؟ يعني لو تدور على الدفتر، لو تجي للبيت، يعني أعتقد هذه المسائل بها أمور فنية يجب على المشرع العراقي هنا لا يشرع بعاطفية أو بطائفية للأسف. أنا أقولها هنالك عدة ضوابط أفضل يجب الانتباه إليها وهي دقيقة، يمكن بحاجة إلى قراءتها أكثر من مرة في البرلمان. دعني أعود مرة أخرى إلى أستاذ حسين، أنت ذكرت عن وجود مخاوف من فتح باب فساد جديد، يعني أكو إمكانية لمعالجته، وشنو برأيك هذا باب الفساد راح يكون بقضية خدمة إلزامية؟ يا سيد، الآن نحن من دون وجود هذا القانون وتعتبر وزارة الدفاع من أكثر الوزارات التي يوجد فيها مقاتلون فضائيون، الكثير من هؤلاء يعني يتم استقطاع جزء من رواتبهم إلى القيادات العسكرية، وبالتالي تذهب إلى جيوب الفاسدين. عندما يفتح هذا الباب ويتم تجنيد الآلاف من الشباب، قطعا كل هؤلاء لديهم التزامات ولديهم عمل ولديهم يعني مشاريعهم الخاصة، بالتالي عندما يتم استدعائهم ويتم يعني إجبارهم للذهاب مع تخصيص رواتب قليلة غير كافية، قطعا هو لا يرغب بالذهاب، وإنما سوف يبدأ بعملية التنازل عن هذا الراتب إلى القيادات العسكرية، وبالتالي تستفيد منه هي القيادات العسكرية ولا يستفيد منه المقاتل، وحتى يعني الغرض من سن هذا القانون لا يمكن تحصيله. وأنا أعتقد أنه هو هذا السر وراء إصرار وزارة الدفاع والجهات على سن هذا القانون، هو من أجل الحصول على هذه الأموال والاحتيال على هذه الأموال بطريقة أو بأخرى. نعم، الشكر الجزيل لك سيد حسين، أرجو أن تبقى معنا، والشكر الجزيل لكم الخبير الأمني العميد السابق سيد عقيل الطائي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك سيد عقيل. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وأحيا الشعب الإيراني بمشاركة ملفتة ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية، الرمز الوطني في تقويم إيران، ومؤكدة قيادته أن الشعب لا يكون أسيرا لأحد وسيواصل طريق كسب المعرفة والعلم وتحقيق الإنجازات رغم مساعي أعداء الجمهورية الإسلامية الذين يتحينون الفرص لاستهداف أمنها واستقرارها. فنتابع تقرير الزميل علي حبيب. في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار أحيا الإيرانيون ذكرى اقتحام وكر التجسس الأمريكي في طهران عام 1979 وأغلاقها واحتجاز من فيها، مسيرات حاشدة في عدة مدن إيرانية ومشاركة طلابية واسعة وفئات مختلفة من أبناء الشعب الإيراني، ندد المشاركون بمخططات قوى الاستكبار العالمي التي لا تخطوها العين ولا تسلسل الأحداث، ورفعوا لافتات تثبت تمسكهم بالقيادة الإيرانية ومبدأ الشهادة والشهداء، وتكشف الأقنعة التي تختبئ خلفها أمريكا والكيان الصهيوني عبر أحداث الفتنة والشغب
في بعض المناطق من الجمهورية الإسلامية. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بكلمته أكد أن الولايات المتحدة هي من صنعت الجماعات الإرهابية ودعمت المجموعات الانفصالية، وسجلها حافل بجرائم التاريخ الكبرى من انتهاكات إنسانية وحروب عبثية، وأنها بما عملت لن توقف عجلة التقدم والازدهار الذي تعيشه إيران منذ انتصار ثورتها الخالدة. ومع هذه الانتصارات الإيرانية في مختلف الميادين الحيوية، فأن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تقوم على رسم إثارة الفوضى وممارسة العنف في الشارع والإخلال بالأمن الداخلي للجمهورية الإيرانية، وهذا ما يحاك في الغرف السوداء لإحياء أهداف قديمة جديدة لم يتمكن العدو لإنجازات الثورة الإسلامية من تحقيقها في ظل فشل الخيارات الأخرى، لكنها تولد من دون أن تحيا. فالأمواج البشرية الملتفة حول القيادة الإيرانية متمسكة بمسارها ولن تحيد. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيوفنا الكرام، عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الأستاذ حسين الكناني، أهلا بك مرة أخرى. كما نرحب بالمحلل السياسي الأستاذ هادي أفقهي، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من طهران. أهلا بكم سيد هادي، وأبدأ معك أستاذ هادي. ومنذ الثورة الإسلامية والجمهورية الإيرانية تواجه مخططات الاستكبار، لكن السؤال إلى متى ستبقى الجمهورية الإسلامية صامدة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والسيد الكناني والمشاهدين الأعزاء. الثورة الإسلامية لم تكن ثورة مستوردة من المعسكر الشرقي أو المعسكر الغربي، ثورة قامت على أسس إسلامية بحتة وبقيادة حكيمة قادها سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، والتف الشعب الإيراني حول هذه القيادة. وبعد رحيل الإمام الخميني استمرت هذه الثورة بانتخاب واختيار سماحة السيد القائد الإمام السيد علي الخامنئي، وبنفس القدر وبنفس الزخم والدعم لهذه القيادة، لأن الشعب هو صاحب الثورة. وواجهت الثورة عدة مؤامرات، منها الحرب الصدامية التي دامت 8 سنوات، وبعدها مرحلة إعادة بناء ما دمرته الحرب، والآن نحن في مرحلة ثالثة في الحقيقة، هي مرحلة التطوير والتنمية الصناعية والبشرية والثقافية وما إلى ذلك. خلال كل هذه العقود الأربعة ونيف، شهدت كما تفضلت حضرتك مؤامرات كبرى من انقلابات، محاولات انقلاب عسكري والحرب، والآن الحرب السياسية والحرب المركبة يسميها سماحة السيد الخامنئي الحرب المركبة، أي لها جانب سياسي ولها جانب أمني ولها جانب سيبراني ولها جانب اقتصادي ولها جانب اجتماعي. وما تشهده هذه الأسابيع المنصرمة من أعمال شغب هي استمرار لهذه المؤامرات ولهذه الحروب. ومن حسن الحظ كل مرحلة في الحقيقة تحبط إيران الثورة بقيادتها وشعبها وقيمها. كل هذه المؤامرات رغم من حجمها المهيب والاستثمارات التي تمولها المخابرات العالمية، من CIA إلى الانتليجنس سيرفيس إلى الموساد إلى بعض المخابرات العربية الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
طيب السيد إبراهيم رئيسي ذكر أن إيران أصبحت حرة قبل 43 عام ولن تتحول إلى دولة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن كيف أصبحت الجمهورية الإسلامية رغم كل هذه العقوبات والمؤامرات وهذا إجماع ربما دولي وعالمي على محاربة الجمهورية وأفكارها، كيف رغم كل هذه المعطيات أصبحت دولة صناعية ومتقدمة أيضا؟ يعني هناك قدرات بشرية هائلة، هناك إمكانيات وثروات طبيعية هائلة من غاز والنفط واليورانيوم والزراعة والصناعة وما إلى ذلك وتجربة. يعني مهد الشاه كانت هناك صناعات ثقيلة بالرغم من سيطرة وهيمنة الشركات الكبرى على هذه الصناعات، ولكن تعلم الكثير. وبعد الثورة الإسلامية كانت هناك قفزات علمية من حيث تعدد واتساع يعني عدد الجامعات خصوصا في الفروع الطبية مثل الصناعات الثقيلة، الصناعات الخفيفة، النينو، الذرة، الليزر وما إلى ذلك، حتى في الطب والزراعة. إذن لم تتوقف عملية إعادة الإعمار، ومباشرة تلتها عملية التنمية والتطوير التقني التي الآن بدأت الحقيقة إيران تدخل نوادي كبرى، النادي النووي، النادي الليزري، النادي النينو، الخلايا الجذعية، وما لا أحدثك طبعا عن الصناعات العسكرية التي اليوم أصبحت هي الشغل والحديث الشاغل فيما يتعلق حتى بالأزمة الأوكرانية التي اتهموا فيها إيران أنها تبيع مسيرات إلى روسيا كي تستخدمها ضد أوكرانيا. إذن هذه هي إيران في الحقيقة، لم تتوقف عجلة التنمية والتطوير رغم كل هذا الحصار الذي بلغ تقريبا هذه العقوبات 1853 عقوبة. رحب بك مرة أخرى أستاذ حسين، أهلا بك. وأود أن أسألك عن هذه الذكرى وإحياء ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية، هذا الاحتفال بهذا اليوم، تجديد هذه الذكرى أستاذ حسين بهذه المناسبة ربما تبدو مميزة خصوصا للإيرانيين، جاءت بعد مدة قليلة من إطفاء نيران الفتنة في الجمهورية التي أريد لها أن تحرق الجمهورية الإسلامية، لكن كيف تنظرون إلى احتفال الإيرانيين بهذه الذكرى بعد أن تمكنت من إطفاء هذه الفتنة وتجاوزها وكانت قبل أيام قليلة؟ هذه الذكرى هي رمز للانتصار على الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي منذ انطلاق الثورة وحتى هذه اللحظة ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف الجمهورية الإسلامية بالخصوص، وعجزت عن المجابهة العسكرية وانتقلت إلى كما سمته بالاحتواء، وبالتالي هي تحاول أن تخترق الداخل الإيراني، وما زالت يعني ما زال الشيطان الأكبر يوسوس إلى أتباعه سواء في الداخل أو في الخارج أو مريدي الفكر الأمريكي. وبالتالي عندما تحتفل الجمهورية الإسلامية بهذا الانتصار هي تؤكد على أنه الانتصارات ما زالت مستمرة وبعناوين وبمراحل مختلفة. اليوم يعني لا ريب أنه هنالك إجماع على التقدم والتطور والقوة والاقتدار الجمهورية الإسلامية على أصعدة متعددة كما ذكر ضيفك، وإنما أبرز هذه يعني ابرز انتصار او ابرز سمات هذا الانتصار هو الصمود امام كل هذه التحديات والتآمر. عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة يائسة من خلال زرع الفتن ومن خلال استهداف الشباب او الاستفادة من حالة الضغط الاقتصادي نتيجة العقوبات الاقتصادية التي ما اثرت على الجمهورية كنظام بقدر ما اثرت على الشعب الإيراني واستهداف كما حصل مع العراق، الكل يعرف أن العقوبات الاقتصادية لا تستهدف الأنظمة بقدر ما يكون ضحيتها أبناء الشعب. وعلى العكس أعتقد أن الجمهورية الإسلامية حولت هذه الأزمة إلى فرصة واستفادت أن تستفيد من هذه العقوبات وأن تطور إمكانياتها على أصعدة مختلفة. نعم. طيب 43 سنة والولايات المتحدة الأمريكية تتآمر على الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية، بالمقابل ما الذي يمثل خروج الإيرانيين بالآلاف لإحياء هذه الذكرى وكذلك التأكيد على التمسك بالنهج الإسلامي
الثوري. أستاذ حسين، طبعا التأكيد على هذه التظاهرات والصمود يؤكد على أنه الجمهورية الإسلامية هي يعني الثورة قوية جدا، وتوجد حاضنة كبيرة جدا تحمي هذا النظام، وهذا النظام هو يعني نظام منبثق عن عقيدة ومعتقدات الناس، وبالتالي لا يوجد إنسان مؤمن، خصوصا المتدينين وغير المتدينين حقيقة هم يؤمنون إيمان راسخ بهذا النظام. نعم، كانت هنالك محاولة كما ذكرنا من أعداء الجمهورية الإسلامية أو ضعاف النفوس أو من استطاع الإعلام الأمريكي المسلط الذي حاول أن يغير من يعني التأثير على بعض الشباب في إيران وخلق حالة من الرفض وعدم الرضا. بطبيعة الحال هنالك يعني في نظام الجمهورية يعطي حرية يعني بمقدار كافي، استفادت منه تلك الأنظمة هذا المقدار من الحرية بمحاولة إثارة الفتنة، وبالتالي نعتقد أنه الاحتفالية بهذه الذكرى هو يؤكد على أنه هذا النظام هو محمي من قبل الشعب الإيراني، والحكومة الإيرانية ونظام الجمهورية هو قوي جدا حقيقة، لا تؤثر عليه مثل هذه التظاهرات أو هذه حالة الاستفادة من حالة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وتؤثرها على أنها منجز لها ويعتبر تهديد للنظام الجمهورية في إيران. طيب، أعود لك سيد هادي أفقهي. الإمام خامنئي أكد ضعف ووهن النظام الاستكباري الأمريكي ومتوقعا زواله قريبا، لكن هل توجد مؤشرات فعلا على ضعف الولايات المتحدة الأمريكية وفق المعطيات الدولية وتصاعد صراع المحاور حاليا في العالم؟ يعني هناك مؤشرات لم يعد سماحة السيد زوال أمريكا بهذه السهولة وبهذه السرعة، لم يحدد فترة زمنية، ولكن تحدث عن إشارات وعن في الحقيقة وثائق وعن دلالات ميدانية وكذلك بحثية من أن أمريكا الآن في حالة تعيش عصر الأفول، يعني بخلاف ما كانت تدعي أنها تتجه نحو تشكيل إمبراطورية ونظام القطب الأوحد، هذا ما عاد حتى لا يؤمن به حتى الأمريكيون ولا الأوروبيون. هناك مراكز بحثية وهناك تصريحات خطيرة لمسؤولين رفيعي المستوى أمريكيين أو غير أمريكيين من أن أمريكا ما عادت في الحقيقة القدر المقدور، وما عادت في الحقيقة هي المسيطرة الأول والآخر على العالم في كل المجالات. ونشاهد الآن هزائم أمريكا في على الأقل في منطقتنا، في منطقة الشرق الأوسط. خذ على سبيل المثال يعني أفغانستان، وبعد احتلال أفغانستان وتدمير أفغانستان بعد 20 عاما خرجت مهزومة وبشكل يعني مذل حقيقة، واعترف بايدن لتبرير وإقناع شعبه عند انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. أخي العزيز، أنه نحن خسرنا أكثر من 7000 قتيل وحوالي 770,000 جريح خلال 20 سنة للاحتلال. هذه، ولا أحدثك عن العراق وأنت ابن العراق وأدرى مني في الحقيقة ما قامت به أمريكا من غزو للعراق عام 2003، واضطرت للهروب في الحقيقة تجر ذيول الخيبة والهزيمة. لكن سيد هادي، إذا تسمح لي أيضا من وجهة نظر أخرى، كان هناك من يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من جلبت كل ما جاء في العراق وفي سوريا وفي المنطقة بشكل عام، هي لم تهزم في المنطقة، إنما كان كل هذا مخطط. لكن بالنسبة للمعطيات الدولية، تستطيع الولايات المتحدة مواجهة الصين اقتصاديا أو تتوازن مثلا مع قوة روسيا استراتيجيا بحسب المعطيات والمستجدات، إذا أردنا أن نبحث عن مؤشرات على قرب أفول سطوة الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، يعني اسمح لي أن أستشهد بكلام
ترامب عندما اعترف بأنه نحن صرفنا أكثر من 7 تريليون دولار في منطقة الشرق الأوسط ولم نحقق ولم نصل إلى أهدافنا المرجوة. نعم هم ما زالوا يحتلون بعض المناطق، نعم هناك بعض القواعد العسكرية، نعم هناك سرقة للنفط العراقي والنفط السوري، هذا كله موجود، ولكن هذا لا يحقق الشرق الأوسط الجديد الذي تغنت به هيلاري كلينتون والذي تغنت به قبلها كونديليزا رايس. وأنا أعيد وأقول على سبيل المثال هك هذه إيران، يعني بعد فرض هذه العقوبات منذ أن انطلقت الثورة الإسلامية وخصوصا بعد احتلال وكر التجسس أي السفارة الأمريكية التي كانت غرفة عمليات لإحباط ووأد الثورة الإسلامية في مهدها، واليوم تشاهد إيران، يعني قبل كانوا يعني يمنعون إيران من شراء السلاح واليوم يريدون أن يمنعوا إيران من بيع السلاح ويتهمونها أنها تبيع المسيرات لروسيا ضد أوكرانيا كما أسلفت. إذن في كل كثير من المجالات في كثير من الدلالات هناك يعني هبوط، هناك تراجع، وهناك فشل لكثير من المشاريع الأمريكية. وعلى يعني على سبيل المثال الآن الحكومة التي انتخبت الآن قبل شهر، البرلمان العراقي اختار حكومة مستقلة ولا تميل ولا ترتبط في الحقيقة ما يسمونه بالتبعية للقرار الأمريكي، وسنشهد يعني حكومة السيد محمد الشيع السوداني كيف سيحقق إنجازاته بدون التبعية للأمريكي ولا لأي دولة خارجية. طيب أمريكا اليوم تدخل على الجمهورية الإسلامية من باب الحريات وحقوق الإنسان، تستطيع الجمهورية الإسلامية مواجهة هكذا أسلوب كما واجهت العقوبات الأمريكية؟ عم بكل تأكيد، لأن هذه الأزمة يعني إذا أنا أنصح أو أقترح أخي العزيز قراءة البيان المشترك لوزارة الأمن الإيرانية والحرس الثوري في بيان يشرح بالتفصيل حوالي 12 صفحة جذور هذه أعمال الشغب وهذه الأعمال الإرهابية والتنسيق مع منظمات إرهابية كبرى وتدريب عناصر إيرانية في 11 دولة تذكرها بالتفصيل تأتي في هذا القرار، والمجالات التي كان يمكن أن تتحرك من خلالها عناصر الشغب والإرهابية بتنسيق كذلك مع منظمة إرهابية على مستوى المنطقة. وقبل هذا حصل في 2009 انتخابات السيد أحمد نجاد، وكذلك حصلت ادعاءات من طرف الفريق الخاسر مير حسين موسوي، حصل تلاعب في الانتخابات وفشلوا في إثبات هذا الشيء، ولكن نزلوا إلى الشوارع ولمدة 6 أشهر كانت تنزل الحقيقة، كانوا ينزل أنصارهم لكي يثبتوا أنه إما تلغى الانتخابات أو تعاد أو تصحح في الحقيقة بعض الأرقام لصالح مير حسين موسوي، ولم يثبت واستطاعت أن تحتوي إيران هذه الاضطرابات. حتى فيما يتعلق بأزمة المحروقات في قبل 3 سنوات في عهد السيد روحاني كذلك حصلت مثل هذه الاضطرابات. أمريكا تتحين أي فرصة يمكن استغلالها لإثارة أعمال الشغب وهي تحضر. يعني هذا ليس معناه أنه إذا فشلت أخي العزيز في هذه المرحلة وتلاشت هذه الأعمال الشغب والأعمال الإرهابية وألقي القبض على كثير من زعماء هذه العصابات أنه انتهينا من أمريكا. أمريكا تلاحقنا منذ 4 عقود ولكن في كل مرة تفشل، بحيث اضطر اليوم أن تزل في الحقيقة زلت لسان من بايدن عندما قال نحن نريد أن نحرر إيران، يعني وصلت بهم في الحقيقة العصبية والانفعال أنه لماذا كلما نطبق أطروحة أو مؤامرة في إيران نفشل بها بعد صرف كل هذه الأموال بعد فقدان كل هؤلاء العملاء لا نستطيع أن نسقط النظام الإيراني. يا سيدي النظام الإيراني هو ليس فقط مؤسسة حكومية، الثورة الإسلامية هي ثورة الشعب، هي ملك الشعب، هم الذين قدموا الشهداء، قدموا الدماء، قدموا التضحيات وما زالوا يتحملون كل هذا الحصار الاقتصادي، ولكن يناطحون كل هذا الحصار من خلال تعجيل تسريع عجلة التنمية والإعمار والتنمية. طيب أستاذ حسين، بالنسبة للعراق هل يمتلك المقاومات التي تساعد على مواجهة إرادة الاستكبار الكثير من المؤامرات، باعتبار العراق تعرض لذات ما تعرضت له الجمهورية الإسلامية في الكثير من المواقف
هل يمتلك العراق هكذا مقومات للمواجهة؟ لا ريب العراق يمتلك هذه الإمكانيات، وبالفعل أحبط الكثير من المشاريع الأمريكية والصهيونية. كان هنالك مشروع هو تقسيم العراق على أساس طائفي، فتحت المطارات واستفيد من حالة من الطائفية المقيتة، وكيف استطاع العراق طبعا بدعم من المرجعيات الدينية بالإضافة للقاعدة الشعبية المؤيدة للمرجعيات الدينية استطاعت أن تواجه هذا المشروع المدمر للدولة العراقية. أيضا مشروع حركة تشرين كان الغرض منها هو استهداف الطبقة السياسية بغض النظر عن أداء هذه الطبقة السياسية، وإنما أيضا كان هنالك هدفا وأراد أن يزيح ويفصل الشعب عن مرجعياته الدينية. أيضا استطاع العراق أن ينهض وأن يواجه بذور الفتنة، وما زال حقيقة العراق أيضا واجه الاحتلال الأمريكي وفصائل المقاومة أذاقت هذا المحتل الويلات وما زالت تذيقه، وهي التي يعني تقف بالضد من المخططات الأمريكية. وأعتقد أن العراق أيضا مستهدف من قبل الولايات المتحدة والصهيونية من أجل إخضاعه وتقسيمه حتى يتم يعني تحقيق الأهداف التي يصبون أو يرمون إلى تحقيقها. أصبحت لدينا قاعدة شعبية واعية بالإضافة للحشد الشعبي مع مرجعيات دينية وسياسية واعية تعرف الأهداف التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقها في العراق. الشكر جزيلا لكم عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الأستاذ حسين الكناني، كنت ضيفا كريما. شكرا لك، والشكر لكم المحلل السياسي الأستاذ هادي أفقهي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من طهران. شكرا لكم سيد هادي، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.